يسعد أوقاتكم، بشكر حضوركم اليوم معنا وبتمنى لكل واحد منكم يكون صحته منيحة هو وكل الأشخاص اللي بحبهم. حس إنه هيدي أحسن أمنية أتمنيها لإلكم بهالأيام. مثل ما بتعرفوا اليوم موضوعنا هو Sustainable Competitive Advantage وهو شرط أساسي اليوم لنجاح الشركات. دوري بهالسيشن محدود، هو بالمقدمة وبقصة حقيقية حابب خبركم إياها لدلكم على أهمية هالموضوع، وبرجع بترك الحديث لأور ديفلوبمنت مانجر حسينة الحسن لهي تكمل تخبرنا أكثر عن هالموضوع. أول شيء بدي أقولكم أنه بالألعاب الأولمبية اللي بياخد الميدالية الذهبية لسبق 1500 متر مش هو أكيد رح يربح السبق تبع 10,000 متر ورح ياخد الميدالية الذهبية، لأنه الميزات التنافسية أو الكومبيتيتيف أدفانتج يلي بتكون باللاعب يلي بيربح السبق تبع 1500 متر ما بتكفي إنه أو ما بتكفيه حتى يربح السبق تبع 10,000 متر، بده ميزات تنافسية زيادة ليقدر يربح السبق طويل المدى، لأنه هونيك بتكون المنافسة أشد. ونفس الشيء بالشركات. هون بدي أرجع للديجيتال ايج لأحكي عن التوقعات اللي لازم أو لازم تعرفوها ودايماً نحكي فيها، إنه بيقولوا إنه بال 2040 95% من الشركات رح تكون عم تبيع أونلاين، يعني مثل ما أنا بقول إنه بال 2040 ما عاد في إي كوميرس. كيف يعني ما عاد في إي كوميرس؟ لأنه كل الأعمال رح تصير إي كوميرس، كرمال هيك ما عاد رح تصير الإي كوميرس ميزة تنافسية بالسنين الجاية علينا. هيدا الموضوع عرفته أمازون من زمان، من 2000 أمازون عم تحكي نفس الموضوع. بتقول أمازون إنه بسنة 2000 وقت كانت هي عم تطلع أكثر من 7 مليارات دولار من الإي كوميرس وبنفس الوقت كان عندها 7,000 موظف، بتقول إنه أو بتتوقع إنه هالميزة التنافسية اللي كانت عندها ما رح تبقى لسنين الجاية، وكرمال هيك خلقت سنة 2000 ميزة تنافسية جديدة وصارت تشوف حالها أو تعرف عن حالها أنه هي مش بس بالبزنس تبع الإي كوميرس، هي ببزنس تبع الداتا بيس وتبع البروتكتيف كاستمر انفورميشن، لأنه اعتبرت أمازون من أكثر من 20 سنة الميزة التنافسية تبع الإي كوميرس مثل ما قلنا ما رح تضل هي تربحها اللعبة، كرمال هيك خلقت ميزة تنافسية زيادة هي أمازون ويب سيرفيسز لحتى تخليها تنافس للمستقبل وتكون ضل بين الليدرز، ومن ما خليها اليوم بال 2020 هي من أكبر الشركات بالعالم. هيدا كله بيدلنا انه الكومبيتيتيف ادفانتج والسستينبل كومبيتيتيف ادفانتج هي شيء اساسي اليوم عامل لينجح الشركات، وهو مش بس اليوم، هو امبارح واليوم وبكره. لنحكي اكثر عن هالموضوع رح سلم الحديث لبوسينا الحسن، هي تخبرنا اكثر عن هالموضوع. تفضلي بوسينا. Thank you أستاذ جو، ومساء الخير لكل الأشخاص عم بتابعونا على عبر زوم وعبر لايف على الفيسبوك. مثل ما حضرتك ذكرت عنوان السيشن اليوم هي Sustainable Competitive Advantage، ونظرا لأهمية هذا الموضوع نحن خصصنا هذه السيشن اليوم. هالسيشن حتكون مقسمة على 4 محاور أساسية. بداية رح أحكي عن Competitive Advantage وكيف تطورت عبر التاريخ، بعدين رح احكي عن sustainable competitive advantage واعطي real examples عنها، بعدين رح احكي عن مصادر كيف نقدر نخلق sustainable competitive advantage بالاضافه لاهم الاستراتيجيات الشركات تقدر تتبناها لتحصل على sustainable competitive advantage، وبالنهايه رح احكي كيف الشركات تقدر تتجنب انه تتحول البرودكت او سيرفيس تبعها لكوموديتي او سلعه. بداية الكومبيتيتيف ادفانتج دخلت على نطاق البزنس سنة 1984 مع مايكل بورتر، يلي ببساطة وضح الكومبيتيتيف ادفانتج على 2 فاكتورز، انه اذا نحن بنبيع البرودكت او سيرفيس تبعنا بسعر اقل من المنافسين، او بنعطي ادد فاليو اكثر لهالتارجت اودينس، او اذا جمع بين الاثنين، اذا كوست اقل وادد فاليو اكثر.
بيس على 2 بوينت هو حضر 4 strategies، أخذ 2 variables ليحضر هالstrategies اللي هن الكوست والادد فاليو، وزاد عليهم الماركت. أخذ إذا رح نعمل هالcompetitive strategy بماركت برود يعني واسع، أو رح نختار focus target market. هيدا الشيء شكلنا 4 strategies. أول شيء عنا cost leadership، نحن لما نكون عم ننافس وعم نقدم سعر أقل من المنافسين بماركت كتير كبير. الكوست فوكس لما نكون نحن عم نقدم برودكت بسعر أقل من المنافسين بسمول تارجت ماركت أو نيش. الفاكتور الثاني هو كان الديفرنشيشن، ديفرنشيشن ليدرشيب، إذا نحن عم نزيد أدد فاليو للتارجت أودينس تبعنا بماركت كتير واسع، أو عم نعمل ديفرنشيشن بس بسمول تارجت ماركت. هيدا كان الـ competitive advantage. بالنسبة للـ sustainable competitive advantage، هي دخلت بداية على البزنس في 1991 لما الماركتر الأمريكاني جاي بارني ضوى أنه أهمية الشركات وهو بيقيم الشركات إذا كان عندها sustainable competitive advantage. والنشر هيدا الـ concept هو الانتربرنور الأمريكاني هو الوارن بافيت لما قال هو بيقيم قوة الشركة إذا كان عندها sustainable competitive advantage. بكل بساطة sustainable competitive advantage إلى ثلاث عوامل أساسية. أول شيء لازم تكون هالـ competitive advantage تعطي superior added value للـ target audience تبعنا، بتكون كتير صعبة ان احنا نقدر نعملها duplicate، وخصوص اليوم بالديجيتال ايج والماركت المفتوح على بعضه. وتالت فاكتور اساسي هو انه بتخدمنا لوقت طويل مثل اسمها sustainable. لانه نحكي اشياء اكتر عملية هاعطي real examples و top sustainable competitive advantage من اهم الشركات حول العالم. هذا شيء بيرسخ فكرة الـ Sustainable Competitive Advantage أكثر، وبيعطيكم ideas على شو عم بحكي عن الـ Sustainable Advantage. أول example رح أحكي مع شركة تسلا. Sustainable Competitive Advantage لشركة تسلا كانت offer products or services that break a myth، إنه هي كسرت معتقد قائم. عادة السيارات اللي بتشتغل على الكهرباء كان المعتقد إنه هي حتكون سيارات ديزاين تبعها منه جميل وحتكون سيارات بطيئة. تسلا اشتغلت على هالادفانتج وطورتها، وهذا الشيء خلى سيارات تسلا يكون عندها ديزاين very attractive، وبنفس الوقت هي بتنافس بالسبورتس كار ماركت، يعني هي سياراتها سريعة وسياراتها حلوة. تاني اكزامبل رح نتعلمه من شركة ليجو. Sustainable advantage كان لشركة ليجو انه to offer a look backward with success. اشتغلت شركة ليجو على الماركتينج على النوستالجيا، دايماً بالمسجز تبعها كانت بترجع target audience لشعور لما كانوا هن صغار وكانوا يلعبوا بالproducts تبع ليجو. ثالث example رح نحكيه هو من شركة RideServe اللي هي host free webinars. latest studies بتبين انه hosting free webinars هو from the latest and most modern marketing activities الشركات بتقدر تعملها، وخصوص اذا كان عندها خبرة وcontent عم بتشاركه مع target audience، وخصوصي انه الاشخاص اللي بينطروا الويبينارز واللي بيستثمروا وقتهم ليحضروا هالويبينارز هن مخولين اكثر من غيره انه يتحولوا انتو كلاينتس لهيدي الشركه اكثر من اي تارجت اودينس ثاني. رابع سستينبل ادفانتج احنا تعلمها من شركه هارلي ديفيدسون فور موتور بايكس يلي كانت ستاند اوت وذ كرافتسمانشيب. مثل ما نحن اليوم بنعرف في ماس برودكشن، ومن أي product أو service بينعمل hundreds and thousands of copies. لميز شركة هارلي ديفيدسون أن هي بتعمل customization للموتوربايكس اللي بتعملها، وبيكون فيها شغل يدوي، هذا الشيء بيعطيه added value عن الcompetitors. آخر درس رح نتعلمه من Uber Eats اللي هو provide remarkable speed. Uber Eats مش بس تعمل speed delivering of food، بس هي عندها كمان speed بالكاستومر سيرفيس، عندها سبيد بحل المشاكل تبع its customers. بعد ما فهمنا شو يعني competitive advantage وشو يعني sustainable competitive advantage، هلا رح نروح على كيف فينا نحن نقدر نبني هال sustainable competitive advantage. بداية رح بلش بثمان مصادر لخلق اي sustainable competitive advantage. بداية brand loyalty, innovation, network effect, locked up supply, location, intellectual property, scale, with proprietary information.
رح دوي على كل وحدة بالتفصيل وأعطي عنها real example. أول مصدر لل sustainable competitive advantage هو البراند loyalty، هو الولاء لهذا البراند. هذا الشيء بيخلق من الإيمج، من البوزيشنينج لهذا البراند بعقل العالم، أو من خلال loyalty program هيدي الشركة بتكون موجودة عندها. وأفضل مثال على البراند loyalty هي شركة ديزني. أول ما نقول ديزني دغري بيخطر ببالنا إنه أي برودكت أو سوليوشن رح تعمله هالشركة هو بيكون مناسب للأطفال، بيكون مناسب للفاميلي. على هذا الأساس تشتغل شركة ديزني بأي برودكت بتعمل من خلال مدن الملاهي اللي بتعملها، أو الثياب أو الألعاب أو حتى الموفيز اللي هي بتنتج. ثاني مصدر من مصادر السستينبل أدفانتجز هو اللوكيشن، هو اللي بيميز شركة ستاربكس. ستاربكس ميزت حالها عن أي كافي شوبس موجودين بالمناطق أو اللوكيشنز اللي بتفتح فيها البرانشز، وكمان بعدد البرانشز اللي بيكونوا موجودين بمدن محددة. ثالث مصدر هو السكيل، قد ايه احنا فينا نعمل فرق شاسع بيننا وبين المنافسين. هذا اللي بتتميز فيه شركة سامسونج. وشركة سامسونج بتتميز بسكيل على عدة مراحل: السكيل بالنمبر اوف برودكت اللي هي بتنتجهم بالسنة، السكيل بالماركتينج كامبينز اللي هي بتعملها، او بالفيكست كوست تبع البرودكت تبعها، بالاضافة كمان للبارتنرز اللي هي بتعمل معهم بارتنرشيبس. رابع مصدر اللي هو الانتلكتشوال بروبرتي او الملكيه الفكريه. هون بتتميز فيها شركه تويوتا. اكيد كل صناعي السيارات عندهم بروسس لصناعه السيارات، بس شركه تويوتا عندها هير اون بروسس، وهذا الشيء بيميزها وبيعطيها سستينبل ادفانتج عن غيرها من الشركة. خامس مصدر اللي هو الانوفيشن، الابداع. الانوفيشن عاده بيصير عن طريق تو بارتس. اول شيء بيكون عن طريق استخدام ليتست تكنولوجي، وتاني طريق عن استخدام latest design أو design غريب. وهذا example مثل ما بتشوفوا بالصورة هو لبرودكت من شركة دايسون، هو هير دراير سشوار. مثل ما فيكم تشوفوا انه شكله ما بيشبه اي هير دراير موجود بالسوق، فهذا الشيء بيميز شركة دايسون. سادس مصدر من مصادر خلق sustainable competitive advantage اللي هي proprietary information، اللي هي بتتميز فيها شركة جوجل، اللي هي امتلاك المعلومات والخبرة بالإضافة للcustomer history of purchasing. وهذا احنا اي شيء بدنا نشتريه we go directly on Google، نعمل search، so Google عندها كل الداتا عنا، نحن شو منحب شو منشتري، اي services بتهمنا اكتر، واي websites منشتري فيها. فهذا الشيء بيعطيها قوة كبيرة compared للcompetitors. سابع مصدر من مصادر خلق sustainable advantage اللي هو network effects. Network effect بتشتغل على انه بيزيد قيمة البرودكت او السيرفيس اللي نحن عنا اياها بأداء في عدد يوزرز عم بيستخدموه. هيدا شيء تتميز فيه شركة فيسبوك، مع انه عم بيطلع كل يوم او كل فترة سوشيال ميديا بلاتفورم جديدة وعم بيكون بومينج اكتر من الفيسبوك، بس الفيسبوك بعدها هي البلاتفورم الاقوى لانه فيها اكتر عدد اكتف سوشيال ميديا يوزرز. آخر source اللي هو locked up supply. locked up supply لما تكون الشركة اللي احنا عنا اياها او البرودكت اللي عنا اياه هو الوحيد او قليل وجوده بتارجت ماركت محدد، وهذا الشيء بيميز شركة ارامكو السعودية بمجال البتروليوم. هون رح ارجع فوت دايركتلي على الاستراتيجيز اللي بتقدروا تنفذوها او تعملوها بشركتكم لتحصلوا او تخلقوا sustainable competitive advantage. نحن دائما بشركة رايت سيرفيس بندوي على أهمية الاستراتيجي بأي شيء نحن بدنا نعمله بالماركتينج. بحب شبه الاستراتيجي اللي رح احكي عنها بالمودرن تشيس اوبننج، بلعبة الشطرنج، لأنه بلعبة الشطرنج الخطوات الأولى اللي بيقوم فيها اللاعب هي بتحدد أو بتعطي توقع مين رح يربح الجيم. نفس الشيء بالبزنس اوبننجز اللي رح احكي عنها، هي بتشكل ادفانتج لاي شركه بتعتمدها وبتعطيها انها تقدر تربح على الكومبيتيتورز ويكون عندها سستينبل ادفانتج. رح كون عم غطي 6 استراتيجي اوبننجز اكيد مع اكزامبل. اول استراتيجي اوبننج ممكن تعتمدوها اللي هي الالاي وذ بارتنر اوتسايد اوف ذا ماركت. دائما الشركات بتفكر لما بدها تعمل بارتنرشيب دائما بتروح على نفس البارتنر بكل اندستري، بس الفكره هون رح نلاقي بارتنر كومبيتيتورز ما رح يفكروا فيه. هيدا الشيء اللي عملته شركه هوندا لما قررت تفوت على الماركت الهندي من خلال تسويق الموتور بايكس. كل الكومبيتيتورز تبع هوندا راحوا برموا على
شركات بيعملوا موتور بايكس بانديا او بيعملوا كارز، بس هوندا فكرت ببارتنر بيعمل بايسيكلز، وهو ديستريبيوتر لبايسيكلز، هو شركه هيرو. وهيرو هوندا قدرت تربح كل السوق الهندي بصناعه الموتور بايكس بوقت. ثاني استراتيجي اوبننج اللي هي موف ايرلي تو ذا باتل جراوند، ناخذ خطوه اكبر او خطوه متسابقه عن الكومبيتيتورز، وهذا الشيء اللي عملته شركه جوجل بالبدايه. مع بدايه السيرش انجنز لما كان في جوجل وبينج وياهو، كانوا كلهم يشتغلوا على اساس انه نبرم يوزنج ا يو ار ال لينك، بس جوجل شافت ستيب فورورد وطورت السيرش انجن تبعها ليكون قدر نعمل سيرش يوزنج كيوردز اند كويريز. وبعدين كل البلاتفورمز التانيين لحقوها، بس اكيد جوجل بعدها الرائده بهذا المجال. ثالث استراتيجي فيكم تعتمدوها اللي هي اللوك اب ريسورسز، تسكير الكومبيتيشن من خلال الاحتواء على كل المصادر اللي بتشكل هالكومبيتيتيف ادفانتج. هيدا الشيء اعتمدته شركه ابل لما كانت عم تطلق نيو فيرجن من الايبود تبعها، كان عندها سبيسيفيك ديزاين، وهذا الديزاين كان حجمه صغير، بينما الهارد درايف تبع ابل المناسب لهذه الايبود كان حجمه كبير وما بيساعد بهذا الديزاين. بنفس الوقت كانت شركه توشيبا عندها هذا الهارد ديسك بالحجم المناسب لشركه ابل. ابل مش بس اشترت قد هي بحاجه من هالهارد ديسك، بس هي شرت كل انتاج شركه توشيبا، وهذا الشيء سكر على الاذر كومبيتيتورز انه يقدروا يتنقلوا او يعملوا نفس البرودكت اللي عم تعمله ابل. وبوقتها كان أهم منافس لأبل كان سوني. رابع opening strategy اللي هي attack from two fronts، تقدر الشركات أن هي تواجه من أكثر من جبهة مثل ما بنقول. هذا الشيء اعتمدته فيرجن، فيرجن اللي معروفة مالي بالميوزك اندستري، لما قررت تدخل على الايرلاين اندستري. ولما قررت فيرجن تدخل على مجال الطيران، ما حاربت البريتش ايرويز بس بنطاق الطيران، اعتمدت الهيستوري اللي عندها والنتورك اللي عندها بالميوزك وطورته واستفادت منه لحربتها كمان بمجال الطيران. سو اشتغلت على تو بارتس، على الميوزك وعلى الايرلاين. خامس استراتيجي فيكم تعتمدوها اللي هي introduce a new piece to the game board، مش بس نطور الاشياء الموجوده عندنا، كمان نكون انوفيتيف ونخلق شيء جديد ما كان موجود. هيدا الشيء اللي اعتمدته شركه جاتوريد. جاتوريد كانت شركه بتعمل سوفت درينكس مثل كوكا كولا وبيبسي، وما كان حدا سامع فيها، بس قررت انه هي تختلف عن بيبسي وكوكا كولا، وفاتت على خط انه هي تعمل برودكشن لبرودكت او لدرينك خاصه بالسبورتس بيبل، للرياضيين. وهيدا الشيء اللي بتنجح فيه كتير، هي اليوم من أهم الشركات اللي بتصنع هالسبورتس درينك. وبعدين جربت كوكا كولا وبيبسي تفوت عليها على هيدا الخط وما قدروا. سادس استراتيجي هي coordinate the uncoordinated، يلي هي استفادة من كل المصادر نحنا متاحة عنا. هيدا الشيء اشتغلت عليه شركة ويكيبيديا لما أطلقت سنة 2001. كان بوقتها في أهم انسايكلوبيديات مثل بريتانيكا وإنكارتا اللي بتملكها شركة مايكروسوفت. بس اللي ميز ويكيبيديا أن ويكيبيديا استفادت من الأودينس الموجود أونلاين، خلتهم يكونوا هني ريسورس أوف كونتنت لإلها. واليوم ويكيبيديا عندها أكثر من 5 مليون بيس أوف كونتنت أونلاين ب230 لغة مختلفة، وهذا شيء ميزها عن أي انسايكلوبيديا موجودة. منكون وصلنا لرابع محور بهالسيشن اللي هو avoid being a commodity. عادة الشركات قد ما بتشتغل على زيادة added value للبرودكت تبعه، دائما they copy each other، بنحاول البرودكت او service تبعهم لكوموديتي، لسلعة. وبيصير الفرق الوحيد انه انا اشتري البرودكت A ما اشتري البرودكت B هو السعر الارخص. وبهذا النطاق الشركات لما تحول البرودكت تبعها لسلعة بتوقف انتاج وبتشتغل على انتاج برودكت تاني، بس هني ما بيعرفوا انه هني في طرق يقدروا يعملوا ديكوموديتايزيشن لهذا البرودكت ويرجعوا يعيشوه من اول وجديد. قبل ما قلكم هالثلاثه فاكتورز، وهني رح اعطي ريل اكزامبل كمان من شركه كوكاكولا. كوكاكولا البرودكت اللي بتعمله اللي هو السوفت درينك هو كوموديتي، هو سلعه، لانه شراءه ما بيعطي اي ادد فاليو اذا جبت كوكاكولا او جبت بيبسي الا السعر او كميه البرودكت الموجوده بالقنين.
بس شركة كوكاكولا من خلال دائما دراستها لل customer behavior لاحظت أنه الأشخاص عم بيتوجهوا أكثر لشراء products healthier وفيها organic ingredients. هون كوكاكولا ما وقفت إنتاج البرودكت تبعها، بالعكس طورت البرودكت لإلها وخلقت شيء اسمه كوكاكولا لايف. كوكاكولا لايف في 50% أقل سكر من الكوكاكولا العادي، واستبدلت المحليات الصناعية بمحليات طبيعية. ومش بس هيك، قالت أكيد نحن لما نعمل هيدي الستاب كل الكومبيتيتورز رح يلحقونا. فالبلان لكوكاكولا هي انه كمان تشتغل على الباكجينج تبع هيدا البرودكت، تعمله بايو ديجريدبل يعني ما بيأثر على الطبيعه، كمان تشتغل على زياده اذر اورجانيك انجريدينتس على هيدا البرودكت، وكمان ممكن بالبرودكشن بروسيس تحاول تعمل طرق لتخفف تلوث على الطبيعه. فهيدا كان اكزامبل، هي ما خلقت النيو برودكت، هي طورت البرودكت الموجود عندها. هيدا الشيء بيخدنا على شو هن الفورسز او الفاكتورز نحن نقدر نعملهم لنعمل دي كوميديتايزيشن. اول فاكتور اللي هو الانوفيت، ابجريد البرودكت الموجود عندنا اللي اعتمدته شركه كوكاكولا. ثاني فاكتور اللي هو البندل، نحن نزيد ادد فاليو على البرودكت او سيرفيس عندنا، مثل افتر سيلز سوليوشن، كاستمر سيرفيس، ابجريد محدد. هذا الشيء بيخولنا نحن نقدر نزيد سعر البرودكت تبعنا وبنفس الوقت نكون عم نزيد له الادد فاليو تبعه. ثالث فاكتور اللي هو السيجمنت، مثل ما قلت بالبدايه انه الكوموديتي الفاكتور الاساسي بيكون لها هو السعر، والكلاينت بيشترينا بس لانه نحن سعرنا مناسب اكثر من الكومبيتيتورز. هون التريك بتكون انه احنا نعمل سيجمنتنج جوات التارجت ماركت تبعنا، ونلاقي جروب اللي هن less price sensitive واللي ما بيهمهم السعر ونتوجه لهم الون اكثر. هلا اكيد بقل عنا الماركت شير، بس بنفس الوقت بنكون عم نزيد البروفيتابيليتي لالهم. بنهايه هيدي السيشن بحب دور على تيار بالماركتينج اللي بيعتقد انه sustainable competitive advantage بطلت موجودة، وسبشلي بالديجيتال ايج السريع اللي نحن عم نعيش فيه اليوم. هلا نحن برايت سيرفيس بنأمن وبنعتقد بأهمية وجود sustainable competitive advantage، وخصوصا انه نحن بنعطيها بارت مهم بأور ديجيتال ماركتينج ستراتيجي وبنسميها golden eggs. بس اكيد هالsustainable competitive advantage خصوصي بهالديجيتال ايج والعصر السريع بطلت عم تقدر تداوم لوقت طويل، لانه البرودكت او السيرفيس صارت اللايف تايم تبعها قصيره. فنصيحتنا لكم انه دائما تشتغلوا على تطوير هالcompetitive advantages لcontinuous process، يعني نخلق competitive advantage، نشتغل على تحويله into a sustainable competitive advantage، وبنفس الوقت نكون عم نشتغل على new competitive advantage لنطورها. So it's a non-stop cycle. بتمنى انه نكون قدناكم قد ما فينا بهيدي السيشن، و thank you على ثقتكم بشركة Right Service. You can always contact us على الايميلز وارقام التليفون الموجودة على الشاشة، وكمان فيكم دايما تشوفوا our services و our solutions on our website الخاص بلبنان والويب سايت الخاص بالمملكة العربية السعودية. أكيد don't forget to follow us on social media على كل الـ present and the right service username. Thank you for your time and until we meet in the next session.